بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا في الدرس الماضي أن الناس يعلق أشياء على البيوت ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتكلم كده درس تبز بعض بر أدمنا الله تعالى يشخنا بردليل شرمجان ناس لنا يزرنون يلرجع يسفل دودة أتكتو. فقلنا يجعلوا أشياء البيوت، رأس الثور، الأسد، الحوت، الحافر، النعل القديم، الكف، العين، بعض الأشياء من الخرز الزرقاء. نعم. مثلا بعض بر أدمنا شرنون بشني ياكي فلخني ياكي كونا بر أيقلاني ياكي أطلانون تويغني ياكي بر يشل كزمن شاخلاني إسوالدو. نعم. فإذا كان يعتقد أن هي التي تدفع جن والشياطين، أي مؤثرة بذاتها، فإذا جلب المنافع دفع المضار، هذا هو الشرك الأكبر. أجر آدم مش ناسلن إس فيليب مش ناسلة أز أزلقتن أني يمنلقتن جن شيطان لدن ساخلاي دودة بإتقاط بلسا منا مشو چون شريك بولو بيساقلندو شرك أكبر. وإذا يعتقد أنها أسباب اللي دفع عين والله سبحانه وتعالى ما جعلها أسباب، فهذا هو الشرك الأصغر. Ama eğer muşun esle minan saklanışımda sebep boludu o deyip oylasa, Allah Teala olanı sebep kılmadan, lakin adam muşun esle sebep boludu deyip oylasa, o vakti de bu şirk asgar, yani küçük şirk buldu. La yumkin en na'teqid ve nec'al şey'en minel esbab illa ma ce'al Allah subhanahu wa ta'ala lana esbab. Sevan kanet hissiye au şer'iye. Esbab şer'iye mesela, arruqiye şer'iye. Esbab hissiye mesela el'an تشرب مثلا النعناع بعض الأعشاب إذا كان لديك مرض في البطن مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب المنافع دفع المضار فهذا صحيح. شما بس بلشمس كده كي بس فقط الله تعالى سبب قلقان ناس لان الله سبب دب بلسك بلودو مثلا الله تعالى بس جاء قرآن وقوب دوالاشني أغرق لادن ساقيش قد سبب قلدي أشونه بس سبب دب بلب بزمزن قرآن لان ساقيت ساق بو جائز بلدو لكن مثلا الله تعالى بعض بر دورلاني bazı bir kiselliklerden sakayışka sebep koydu. O doğru olabilen billah sakaysak mı? O caiz buldu. Hatta kitabet, yani Esma'ullah'ın husna, kitabet La İlahe İllallah, kitabet Maşallah, Tebarakallah, hâzilem yektubha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ve selef-i salih ala buyutim ve ala devabim. Hatta mesela Allah Teala'nın isimlerini bazen yazvaldı, ya ki bazı bir sorularını yazvaldı. Bundan meselene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okunugan, sahabalarımız okunugan. Naam. Es'Allah subhanahu wa ta'ala an yahfazana bihifzih. Naam. Allah Teala'dan bizni özünün rahmeti bilen saklışını sorayımız. Wallahu a'lam. Amin. Allah yaxşı bilgüçüdür.